السلام عليكم، انا ماما بشري جنات اللي عندها 60 ديالها 7 سنين، عندها مشكل في المشي، ما كتمشاش. السبب ديالها ان تاخر النوم تزادت ويا الحال ديالها بحال هكا. التجأت لجمعيه المغرب الانقاذ باش يوقفوا معايا، الله يجازيهم بخير، لان طلب ليا الطبيب ديالها عمليه ديال كدير 2 مليون ونص حيت ما كتمشاش. لهذا انا كنطلب المحسنين وكنترجاكم والله يجازيكم بخير باش وقفوا معايا، باش هي تولي تمشي، تولي تقرا، تولي حتى بحال الاطفال الاخرين. ومعاناتي معها، راه كتعرفوا الانسان كيكون عنده انسان دري معاق في الدار وما كيتمشاش، راه صعيب الحال. وكنتمنى من الله وكنترجاكم باش وقفوا معايا والله يجازيكم بخير.